بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. نحن فتره الصوم، هيدي الفتره يلي فيها نتهيأ للحضور للتاهب للذهاب نحو الله. زمن الصوم ببلش بثلاث احد رياضي ما قبل بدايه الصوم. اول احد يلي هو احد الفريسه والعشار ببلش يخبرنا كيف نحن طريقه الصلاه لازم تكون، كيف الصلاه بدها تكون بتواضع، كيف الصلاة بدها تكون بمحبة وبنظرة إلى الله الخالق. لازم نحن نعرف أنه نحن بشر ونحن خليقة، بينما الله هو الخالق. نحن لما نتطلع بالله لازم نعرف حضورنا، لازم نعرف تواضعنا، لازم نتطلع هيدا الله يلي بحبنا كيف نحن بدنا نقرب منه، بغض النظر عن كل الخطايا اللي بنعملها يلي نحن لازم نسعى قد ما فينا نخفف من هالخطايا. وإذا في أنواع خطايا قادرين نلغيها لازم نسعى أن نلغيها بحياتنا اليومية. فهيدا الفريسة والعشار هو طريق التحضير، بداية للدخول إلى الصوم. من بعد عنا أحد الابن الشاطر. الابن الشاطر يلي بعلبنا نحن وقت نفكر بالرجوع إلى الله أنه فعلا الله ناطر أبنائه وناطرهم بأحر المحبة والحضور والتهيئة، أنه نحن فعلا بدنا بس منا نفكر بالمحبة وبالتوبة الله حاضر ليستقبلنا. فهذا الابن الشاطر من بعد ما رجع لضميره، من بعد ما رجع لذاته، أصبح متهيئ للحضور نحو الله. ونحن أيضا بتهيئنا للصوم مثل الابن الشاطر منا نشعر بالأول بخطيئتنا، منا نشعر قديش نحن بعدنا عن الله، ولكن الأهم من هيك يكون في عنا توبة، يكون في عنا ندامة صادقة. نوصل للأحد الثالث من زمن رياضي ما قبل الصوم، هو أحد الدينونة. أحد الدينونة مش لنحن نخاف ولا نتعب من حضور الإله، من الدينونة يلي رح نواجهها في الحياة الأبدية. هذه الدينونة هي صحيح الله هو عادل، ولكن بهيدي العدالة في الرحمة الإلهية. هيدي الرحمة الإلهية بإرسال يسوع المسيح، بتجسد يسوع المسيح لكي يحمل خطايا العالم. يسوع المسيح بحملنا وخطايا العالم أصبحنا متهيئين ولو عن غير استحقاق للدخول إلى ملكوت السماوات. فيسوع المسيح حمل أخطائنا، حمل أخطائنا اللي احنا مش قادرين نقدر نعوضها، ولكن بمحبة الكبيرة الصادرة من الإله نحونا، هيدي التهيئة نحنا لازم نتحضرها، لازم نشعر بالرحمة الإلهية. وهيدي الدينونة اللي هي موجودة، ولكن نظرتنا إلى الله ليس فقط الديان، الله الديان والعادل والرحوم. فهيدي الرحمة اللي هي بداية انطلاق لزمن الصوم المجيد. بنعمة الأب والابن والروح القدس، آمين.